يسأل ويقول: ما حكم الإفطار في رمضان لمريض الصرع إذ أنه يتناول الدواء بفترتين ولا بد ألا تتجاوز 12 ساعة؟ مع أن سألنا الطبيب فأفادنا بأن الإفطار أفضل لصحته، وعادة يكون العلاج لمدة سنين طويلة أكثر من 7 سنوات حتى الآن. نرجو أن توجهونا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: من شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي الآية التي قبلها يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا كان هذا المرض الذي ذكره السائل لا يستطيع معه الاستمرار في الصيام طول اليوم لأنه بحاجة إلى أخذ العلاج في كل يوم من أيام رمضان أو في بعض أيامه، فإنه يفطر لأنه مريض لا يستطيع مواصلة الصيام لأنه بحاجة إلى أخذ العلاج في أثناء النهار، وإذا لم يأخذه فإنه يتضرر، فهذا يفطر. ثم بعد ذلك ينظر إن كان يرجى زوال علته ومرضه في المستقبل، فإنه ينتظر إلى أن يزول مرضه ثم يقضي ما عليه من الأيام، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. وإن كان لا يرجى زوال علته وهذا المرض مستمر معه وما يسمى بالمرض المزمن الذي لا يرجى له زوال، فهذا يكفي عنه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيخرج عن كل يوم مقدار نصف الساعة أو كيلو نصف عن كل يوم، ويكفي هذا عن الصيام لمن لا يستطيع الصيام بصفة مستمرة.